عليكم أصدقائي الأعزاء، شلونكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله مرتاحين. طبعا بداية موسم، أحب أنوه على بعض الجناية. طبعا أهم شيء تعقيم الأبراج يا شباب، تعقيم الأبراج وتنظيفها بكل بداية موسم بنهاية موسم الأفضلية لك، لأن دائما دائما الطير الغريب هو نقدر نقول بيه مرض، يعني من سابع المستحيلات يجيك طير نظيف كامل مكمل. اكو بعض الجناية يهتمون بحمامهم وبنظافته وبعلاجها. طبعا وقفت الفيديو لان شفت الفاروخان البارحة راحت من عنده انا الطيرة هي هاي الفرخة، بس صعد الصعود يعني مو طبيعي. شفت الصعود مالتها وهي لحد الان ما شامرة ريشة، صعدت فوق طيور كلش صعدت، فقلبت على ذيك الجهة، قلبت على ذيك الجهة. فسبحان الله اليوم صعدت لقيت طيرة بالسطح موجودة، فقلت الحمد لله وشكر. فطيرت اليوم، أنا طيرت تقريبا الساعة بثنتين الظهر، طيرت صعدت الطيور. هسه إن حاليا نزلن هسه الساعة بيش، هسه الساعة 3:23 نزلت الطيور هسه عد فوق، وهي الفاروخان هم طيرتها، هم صعدت هم صعود كلش حلو ومرتب، بس هم قلبت على ذيك الجهة. اكو مكان يشبه سطحي ما ادري، جماعة يقلبولها ما ادري، فاتصور لو وقعت لو صعدت بعد ما ادري. فاللي رجعت خير على خير، واللي ما رجعت هم على قولتنا مالت البارحة حشاكم طبها مرض خاتولي. فاليوم المعدات طبعا نقعنا تنقيعة بسيطة مع عيني. هسه حاليا احنا بس ماي خليكم وياي شوية راح ادوخكم. لما ينزل الماي النظيف تروح هاي الشوائب كلها نرجعها. هاي بداية موسم، أنا ننظف طيورنا أو برجنا تنظيف صحيح عيني، وما نخلي بي وساخة ولا أمراض قديمة ولا شيء، كل شيء ما دائما الطير اللي يجي ما نعرفه مريض مو مريض، فدائما نريد لمكان صحي. إذا كان مريض الطير فالمكان الصحي شوية يفيد أكثر، فمو أن نخلي نفس الوساخة ونخلي نفس المكان القديم اللي، فلازم نغير له ونعطيه أجواء نظيفة صحية لحد يستهين بالحمام. الحمام بيه أمراض قوية، وخاصة هاي معضلتنا هسه ما شاء الله، يعني حتى الأطفال ما سالمة من هذا الجو، الله شاهد كلها أمراض مو بس الحمام.
طبعا دوخناكم يا شباب، بس قد يكون هذا الشيء. خل اسوي تصوير. ايه هسه تمام. قد يكون هذا التصوير او هاي الملاحظة قد يكون يفيد البعض من الجناية. فيا شباب، الطيور اللي تجي صدقوني مرضى. تتوقع 99.9 طيور مريضة، فحاول ان توفر لها جو صحي. على مود الجو الصحي دائما شوي يعني جزء يتغلب على المرض اللي بي، قد يكون شوي يفيده بالنفس مالته. هسه احنا بعد عندنا الديتول، راح نغسل الديتول، ومن بعدها راح نغسل العفو. اول شيء نغسل بزاهي، ومن بعد الزاهي نغسل بقاصر، ومن بعد القاصر راح نغسل بديتول. نعقم المكان 100% بحيث البشر اذا يطب له يتنفس نفس نقي. فبعيدا عن شيء اسمه حيوان، وبعيدا عن شيء اسمه بشر، النظافة مريودة يا شباب، نظافة مريودة. احنا هذا نجهزه ان شاء الله. اذا كانت عندنا وجبة ان شاء الله نشوفها ونقتنع بيها، ها، على مود نشتريها بصورة صحيحة ونجيبها ونحاول نبزر منعتها، ها عيني، ونتونس عليها، نتونس عليها لا أكثر لا أقل. طبعا أنا أحكي وباليوم هاي الفاروخان، حرامات والله. قلت لكم أنا إجت ما إجت، خلت تولي بعد. طبعا طير جواها فرخات وقاع شو اسمه قاع تزوج، تريد تبيض. عبنها شنو؟ طيرة مرتاحة، طيرة وفحل مرتاحات، مرتاحات من كل النواحي. صحيح هسه انه مكانهن غلط وبالشمس، ها عيني، وهذا الشيء اكبر غلط، ها، بس قد يكون مرتاحات من ناحية الاكلة النظيفة، من ناحية الماء البارد شوية، قاعد احط لهن ثلجاني، ها عيني، عيني عليهن دائما، عيني عليهن. وبالنسبة لك ولد معلق لي، بالنسبة يقول له هاشم انت شلون تغسل الاكل؟ عزيزي الغالي، اكو اكل وسخ، واكل هو يجي يعني مغسول منك، مال زاخو او سليمانيه او بعض المحافظات، يجي اكلهم نظيف ومغسول جاهز، هذا اكل مغسول. بالنسبه انت اذا تريد تغسل اكلك هسه، هاي هذا هم اكل مغسول وجاهز، ما بي ولا قطره تراب. هاي الناعمه مال المطيار، وهاي الخشنه مال الزق، خشنه مال الزق وناعمه مال المطيار. شوفوا يا شباب، ومع ذلك انا عندي دخن فقط، اكو بعد دخن، عندي وجبه مال دخن. قلت لكم اللي يريد يغسل الاكل يعني الاكل مالته وسخ، اذا يحس بيه تراب وهاي يقدر يخليه مثلا ايش قد ذن ياكلن باليوم، يعني نقدر نقول ياكلن مثل كيلو، تجيبه هذا الكيلو تخليه بجدريه مال ماي، تغسله تخضه وتدور تنشفه بالشمس على وصله، يعني شلون المشبكه، على مود شوية تنشفها على الشميس، لما ينشف تحس بالرطوبة شوية راحت من عنده، ويلا تطي وجبة للطيور. بهاي الحالة انت غسلت الاكل بصورة صحيحة وطيته بدون تراب وبدون شوائب. فكل الحب لكم ان شاء الله، ومتواصلين وياكم. شوف طيرها جوعان، شبعان الطيور. هسه حاليا نطيتها، بس امهات الفرخة طيتهن، امهات الفرخات اعطيتهن اكل شويه على مود مي مي ما تخرب الفرخه مالتهن بصوره صحيحه، لان انتم تعرفون انتم كل طيره وفحل مخلي جوات للفرخات. فكل الحب لكم. هاي منشور يعني قد يكون راح انزله بخصوص نظافه الحمام ونظافه البرج مالتهن بصوره عامه، تنظيف هسه الارضيه. شوف هسه هاي، هذا كله أمراض هذه يا شباب. هذا ينغسل غسلة 100%، ينغسل غسلة 100% ويتعقم ويتجهز. هاي إن شاء الله التسهيل من الله، وإن شاء الله بحضوركم وبوجودكم تجينا وجبة إن شاء الله مرتبة، وجبة مرتبة، وقد يكون نوفو وياكم بالونسة بالشتاء بالصيف، ما عندنا كل مشكلة إن شاء الله. بالنسبة للشباب اللي يحب الفيديو الثاني، راح أجاوب على أسئلتكم. اللي عنده سؤال يريد يطرحه فخلي يسألني. أكو البعض من التعليقات قاعد أتابعها، أنا صحيح ما قاعد عليكم بس سبب انشغالي الله شاهد، وهسه طالعهم على باب الله، لأن مأجل عمل، كلش مأجل عمل.
فناس موقفهم من زمان، فراح اروح لهم بهاي الفتره اقضى عملي، وان شاء الله. بس اللي اطلبه من عندكم هذا الفيديو اللي راح ينزل، الفيديو اللي بعده راح ارد على اسئلتكم كلهم. اي شخص عنده ملاحظه من ناحيه الحمام من كل النواحي خلي يعلق لي، خلي يضيف لي تعليق، وان شاء الله راح ارد على تعليقاتكم. هذا الفيديو والفيديو اللي بعده كلها راح ارد على التعليقات مالته، والفيديو ان شاء الله اللي راح ينزل على مود كلامكم. هاي ملاحظه. ملاحظه ثانيه، البعض من التعليقات قد يكون يعني مو تزعجني، وانما يعني عبالهم اضوج بتعليقاتهم السلبيه. فاليوم البشر ذا يكمل كله صح 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 فهو يوقع بمطب كلش قوي. فلازم اكو يعني طرق سلبية عندي، او هو مرات يبالغ المشاهد، مرات يبالغ يحب بس يضوج الجناي او صاحب القناة بصورة عامة يحب بس يضوجه. فحبيب الغالي لا اضوجاني ولا شيء، انا رجال ابو ونسة، رجال ابو ونسة، صحيح اخسر وكل شيء اسوي، بس اهم شيء ونستي، اهم شيء ونستي، ما عندي كل مشكلة. صار معلوم؟ ولا يوم طلبت من عندكم لايك ولا تعليق ولا ام عربيه ولا قلت لكم يا شباب ادعموني ولا شيء، لا طلبت من عندكم ولا شيء، خاف تقولون على مصلحه قناه لا شيء، الله وكيلك من عين باكر اسد القناه، لا تهمني ولا شيء. بس اللي يهمني البعض من المتابعين موقفهم مشرف وياي، وكلامهم على راسي، ودخولهم وياي واتصالاتهم وياي، وهذا الريش، شوفوا هذا الريش يا شباب، ثقوا بالكفل زينب، هذا الريش عرفنا على ناس بحياته ما تعرفت عليهم، هذا الريش الا موقف مشرف وياي هذا الريش، لان عرفنا صدق على ناس من 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 خيرة الرجال، الله شاهد، وعرفنا على ناس حشاكم حشاكم والله حشاكم، ما يسوون نعال، حشا ما اقول بوجوهكم، والله ما يسوى يعني اسولف. فكل الحب لكم، ويا شباب تريد تعلق تعليق سلبي ترى ثق اقرا، مو ما اقرا، اقرا ما عندي مشكله، يعني شنو قابل اطفركاني؟ لا اقرا بس اضحك، والله اضحك، لان انا ما عندي شيء، انا رجال اليوم ادور ونسى، ادور ونسى، ما ادور ذن السلبيات ولا شيء، لا متجاوز على عرضك ولا متدن عرضك ولا شيء ولا هاي. تعقب يعني حصلت تعقيب ببعض التعليقات، يقول لي انت ليش تكمش الطير وليش ترجعه وما ادري شلون، وهاي هو صار حلالك، هو صار حلالك، صار حلالي اخي العزيز. اذا انت تدور حلال وحرام فروح اسال لك اقرب مكان ديني، روح اساله وروح افتي يمه، قل لي يابا تركيت وكيت السالفه، انا قاعد اشوفك مش حلال ناس، ها وهذا صار شنو حلالي، روح قل له حلال لو حرام. اذا قال لك يا عمي، اذا قال لك حلال فتجي لهنا، تجي لهنا وتاخذ هاي الطيور كلها ببلاش، تاخذها كلها ببلاش، هي مو مساله عناد لو شيء، بس الله ان شاء بالعقل ما شاء بالعين. كل الحب لكم، تحياتي لكم، وراح انتظر من تعليقاتكم. ايش عندكم اسئله ضيفوا ليها بالتعليقات، واللي عنده استفسارات يعني جدا مهمة يقدر يتخلى على الواتساب، رقم الأثير على الواتساب، ورقم الآسيا ما بي واتساب، اللي حاب يتصل للآسيا مفتوح، واللي حاب يتصل للأثير مفتوح، الأثير عليه واتساب يا شباب على مود الاشتباه فقط. تحياتي لكم، أخوكم هاشم الساعدي، ومع السلامة يا شباب. ذيك الفاروخان كانت هنا فوقاي، نزلت من فوقاي، وهسه الساعة بيش، أنا قاعد أكمل تنظيف الساعة بالخمسة وتسعة عشر دقيقة. وين راحت؟ هاي يا شباب شوفوها، هاي الفاروخة، هاي قاعد اشوف، قاعد اعقم بالاسلال، قاعد انظفهن، شوفوا هاي كلها وساخة، وهاي الوساخة طلعناها من عدها هنا ننشفهن. وهذا البرج هم كملته، عقمته وجهزته، بعد بي ترتيب، بعد بي صبغ، بعد بيه هواي شغلات. ها عيني رتبت الأرضية وعقمت البريج، فسبحان الله قاعد أنظف الثاني، تشوفوا رجلي قاعد أنظف وأجهز بالحمام والسلال، ورد أريد أصبغ وأرتب، وسبحان الله بينت الفرخة،
وين راحت؟ طبعا احد الاصدقاء اللي وياي يمكن على الفيس او على قناتي، فقال لي قال هاشم اخيك هاي الفاروخه انا ريتها، وبعد شوف لي وياها اختها. هي اختها ماتت، اتذكر اختها ماتت، فبقت عندي بس هي هاي. بس هي وين راحت؟ طبعا تحياتي الى ضرغامة وبرمويته. طبعا انت خابرتنا وانقطع الاتصال. فنرجع وياكم يا شباب. هاي هالفرخة شوفوها، سبحان الله. هاي ولك والله ولا قادين راحة والله. هي هلا اصفق. لك اصفق، لك اصفق ابو الفاروخة، اصفق لك والله يا عم بطلة. بس اذا كانت طايرة هي، والله شفتها نزلت من فوق، الله شاهد. هاي هالفرخة يعني بعتها ريشة ما شامرة، ريشة ما شامرة. انا اخوك، انا اخوك كل شيء بعتي، كلش بعتي. اذا كانت طايرة فبالعافية علي، واذا لا والله كانت ما طايرة يعني واقعة وبعدين طارت بالعالي وجتني، فسبحان الله. هاي مرت الثانية سويها بي، مرت الثانية سويها بي. بس احنا شو طيرنا؟ وين راحت؟ هي غثيثة ولا تخبط ويا طيوري، والله كلش غثيث. اي والله هاي هي، هاي شوفوها اول وحدة، اول وحدة. ان شاء الله هسه راح نتانيها ونشوف شنو الوضع. طبعا هم غلطنا غلط، ردنا بس نقبب لها، فسبحان الله. شوفوا يا شباب فارد من الطيور، فارد ابد ولا تخبط ولا تخبط. وهي طيور هسه بدن بس لا يصعدن، اذا صعدن شغلتنا داوية. بس ان شاء الله سي ما شافتني وصفقت فوق سطحي، معناها شوف هاي الفرخة، هاي الفرخة ايش قد تانيتها والله العظيم. هسه اختها، اختها موجودة. انا اخوك نزلت جوه، هسه نتمنى ينزلني على بدون صعود، جو طيب حلو. شو مويستنا بعد ما نازلة؟ ها شو مويستنا، طبعا قاعد انظف، انا الله شاهد قاعد انظف واجهز. وين الرامبورية الفحل؟ طيرت، خل اشوفها وين. شوفوا يا شباب فاردة من الطيور، فاردة، بس هي تريد تنزل يعني تعبانة، طيارة تعبانة. هذا حمامنا ما اعرف بدا يصعد، والله نزلت، نزلت. خلوا اخر عنها. ولو ولك ولك صاروخ. ولك لك والله بطلة. بس تعالي ناخذ نشوفك. هلا هلا ابو الفاروق. ولا تقعد راحة، طبعا ترجف طيرة، ترجف ما مستقرة. يلا شباب انتم بعد توقعاتكم، طيرة طايرة او مو طايرة؟ زرقت لي جوا والله لحقك، وياك للبرج قبل. شوف شوف الوسط، طبعا قاعد انظف. شوف الصايرة بحالها خطية. هاي البطلة مالتنا ناعمة، طيرة ناعمة يعني منقار طويل، وجه مخيف، بعد هي ما شامرة ريشة. نتمنى لها التوفيق ان شاء الله، على مود على مود نعزل ذن المخاليف هاي، نثبت عليها الفرخات اللي عندنا هسه حاليا الزغار، نثبت عليها الفرخات. طبعا طيرة تعبانة، بس انتم حسب توقعاتكم، طايرة طايرة او مو طايرة. انا طيرت الساعة والله ما اتذكر الوقت، والله ما اتذكر، نسيته. فقاعد انظف، هاك شوف فلشت هذا البرج كله، فلشته قاعد افلش هاي الوساخة كلها طلعتها. هنا يا شباب عنده هدف والله، هذا
هذا ان شاء الله راح نسويه مسرح هنا، مسرح عالي كلش، يعني ارتفاع تقريبا بال6 امتار، راح اسويه بال6 امتار ارتفاع عالي، وان شاء الله راح اسوي خانة نجهز بيها للحمامات البطولة مثل ذني ان شاء الله، الله يوفقنا بيهن ذني 12 فرخة عندنا، اللي تبقى اهلا وسهلا واللي ما تبقى الله وياها. فهنا نيتي اسوي مسرح هنا مترين، وهذا مسرح مترين بارتفاع عالي كلش عالي، راح اسوي يعني يصير تقريبا اعلى من هذا السطح مالتي، هم راح اتعب عليه كلش اتعب. خلينا نتابع فرختنا هاي تكون ما تشرب ماي، والله شربت ماي. والله توقعات انا طايرة هاي الفرخة، لان هدلت جناحاتها هاد جناحاتها خطيه. يا خدت تشرب، ما اعتقد وقت طويل. شباب ملاحظه، كافو لك كافي ابو زعبل فاروق لك يا معود، يلا بالعافيه عليك، طارت بدونك الخطيه، مطيارها بدون اكل، كل التوفيق لها ان شاء الله. هي هاي اللي راح نثبت عليها ذني الفرخات. طبعا تحياتي ضرغام حبيبي، هاي الطيره ان شاء الله هي راح توصل لك، طيره مرتبه والله، زقت عد حلوق ومرتبه، واتمنى لك التوفيق بيها. تحياتي لكم، واذا اكو شغله نقدر نصور لكم اياها يا شباب. خلينا نكمل تنظيفاتنا قبل لا ياخذنا الليل، بعد عندنا شغل كلش هوايه، ترتيب عندنا كلش هوايه، ونتمنى لكم التوفيق. اللي ما يتعب على حمامه لا يقول انا جناي، اذا ما نظف بيدي وارتب بيدي واتعب بيدي واركض ومنا، فما اعتقد اقول على نفسي اني هاوي او جناي. اتعب اليوم انت، اتعب بيدك على مود تحس بلذة انتظار حمامك، تنتظر حمامك بصورة صحيحة، وعلى مود تقول تعبه ما راح ببلاش. انت مو تريد والله الطير تريده والله، تذبيته وزقيته وتريد بس الطير وطاك مطيار صحيح، لا ما يعطيك مطيار صحيح اذا ما تتعب للطير يا شباب، اذا ما تتعب له ما يعطيك مطيار صحيح ابد. طبعا هاي الفاروخان معلومة، خلي تثبت وجودها علي، قد تثبت وجودها علي. انا هسه بين اللي اثبت عليها الفرخات وبين اللي اريد اقصها، يعني الطيارة عجبتني كلش عجبتني، فان شاء الله اشوف شنو وضعها و100,000 حل بوقتها. تحياتي لكم، وان شاء الله ما اريد اطول عليكم، والله كل ما اريد ازغر الفيديو هو يطول من وحده. كل الحب لكم ومع السلامة. طبعا ما نقدر نعوفكم يا شباب، مع التنظيفات قاعد نجهز تنظيف. طبعا دنيا مغرب، بس بالتصوير شو شوفه دنيا نهار. طبعا ذاك الطير بين يا شباب، شوفوا خلي شوف اذا واضح، قدمت لكم اياه. هذا يا شباب شوفوا واضح، رجعنا الزوم، اختفى غير اختفى بالعالي كلش بالعالي، ما اعرف هسه يكون الا خل طلع الى طيور، لان صار له هواية كلش هواية فوق سطحي. وما اعرف هسه من اللي بيهن ذن، ما اقدر اطيرهن، اذا اطيرهن بعد انا والليل، ولو ينزل لو لا اطير باش عدي. بعد والله عندنا حمام، ها نزل جوه ذني، بس بقى بس هذا هسه شوي بدا ينزل، هلا قدمه وين راح؟
هذا بدأ ينزل. طبعا عرفته، هذا الميسي يا شباب. اي والله الميسي، الميسي ما نازل لحد الان. بس الدنيا الليل هاك شمس ماكو، نزلت الشمس وراحت. بس اكون انشغل الانارة، اكون انشغل الانارة ونشوف شنو وضعه. نزل نزل ما نزل، خليه هو والليل. هاي راح يبقى يراوح فوق سطحي منا لليل. انا جوا راح اتابعه. تحياتي لكم، طولنا عليكم. هذا يا شباب شوفوه نزل. طبعا الدنيا ظلمة بس بالتصوير تبين الدنيا شلون اللي بعتي. هذا نزل البطل عندنا، هذا شوفوا هسه بدأ قاعد رجع. والله دوختني اثبت. هاي سعر الليل وياه. نزل ابو الميس، عاشت ايدك. هذا وخوش ختمي يا شباب، تحياتي لكم، طولنا عليكم. بس يسوي هاي ترى الدنيا ظلمة جوا، شوفوها الله شاهد الدنيا ظلمة.